تنامي ديموغرافي كبير ونزوح للسكان من القرى إلى المدن الحضرية الكبرى دفع بالحكومة إلى إعادة النظر في مخططاتها التعميرية وولوج عالم العصرنة والرقمنة في التسيير الحضري لهذه الأقطاب السكنية، وكذا المرافق والتجهيزات اللوجستيكية واستحداث تنمية مستديمة. عازمين نروحوا إلى مفهوم المدينة الذكية، إدخال الرقمنة وكل ما هي التكنولوجيا ديال الانفورماسيون ديال الكومونيكاسيون في التسيير نتاع المدن نتاعنا، لان قضيه التسيير هو اشكاليه من الاشكاليات الهامه في المدينه باش المدن نتاعنا تكون مرنه، المدن نتاعنا تكون جذابه. الترسانة القانونية وفي ظل التحولات الراهنة سيتم إعادة النظر فيها، وعلى رأسها قانون التهيئة والتعمير لاستعادة الأبعاد الجمالية للمدينة وضمان تنمية وسير حسن للإقليم. لاحظنا أن هذا القانون لا يجب أن يتغير مع معطيات الجديدة التي يعرفها التطور العالمي، كما لما نصب إليه من ترقية للأحياء و للأحياء والمشاريع التي تم إنجازها. هو في قيد تحذير من طرف الخبراء الجزائريين لو دياغنوستيك il a été terminé donc رانا دوكا في اعداد النص الاساسي من اجل ادراج الابعاد التي لم يتطرق لها القانون الاول، مثل ليكولوجي، مثل لينيرجي رينوفلاب، مثل لا فيل ريزيليون. الخبراء في التهيئه العمرانيه ارجعوا الفوضى في التهيئه العمرانيه الى غياب التخطيط المسبق في انجاز المجمعات السكنيه وكذا المرافق وطرق تسييرها. فيه نقص في التخطيط، لازمنا ان نخطط، ماشي نقولوا فيها انكريز، يعني انكريز نتاع السكن، اي لازم نديروا بسرعه. هذاك التسرع هذاك هو اللي خلانا شويه نتراجع على المرفقات، على التمدين، على المجال الجمالي طبعا والرقمي للمدينه. هي خطوات لتجسيد تنميه حضريه مستدامه واضفاء الجانب الجمالي والثقافي على مدن الجزائر مستقبلا.